يتوقع التجمر من تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. ثالثا، إذا لم يتم تقرير التجمر إلا بالقوة أو بعد استعمال أسلحة من قبل المتجمعين، تكون العقوبة بالسجن لمدة ساعة 5 سنوات. إنذار الأول للمتجمعين بالانصراف من عين المكان. حمزة عمار المنسق الإقليمي لمدينة وزة، عضو التنسيقية الجهوية الأسد الذين فرض عليهم التعاقد. مسيرة اليوم هي تنفيذ مخرجات البيان الجهوي الذي صدر عن التنسيقية الجهوية والذي يدعو إلى تنظيم مسيرة من باب العقلة في اتجاه الأكاديمية من أجل الاحتجاج والتعبير عن رفضنا المطلق لسياسة الحكومة في التعاقد بشكل عام، وعن حملات التهديد والقمع الذي تتعرض له الجماهير الأستادية في كل ربوع هذا الوطن. من هذا المنبر أدعو الجماهير الأستادية إلى الانضباط والتحلي بالمسؤولية، كما أدعو رجال الأمن إلى احترام القانون وجعل القانون في هذا البلد هو يكون أسمى، لأننا نحن في مسيرة سلمية تهدف إلى إسقاط التعاقد، تهدف إلى الدفاع عن المدرسة العمومية، تهدف إلى ضرب يعني واحد المقرر مشؤوم يهدف إلى يعني ضرب المجتمع المغربي وضرب استقراره بشكل عام. ولهذا المناشدة أنه الكل يتحمل مسؤوليته، ماشي غير الأساتذة ولكن رجال الأمن يعطيوا الأساتذة يمارسوا الحق ديالهم اللي وكيكتبوا لهم الدستور اللي كتكتب له المواثيق الدوليه واللي المغرب صادق عليها وعبر عنها في 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 دستوره. عبشان محمد المنسق الجهوي للتنسيقية الجهوية طنجة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة طنجة تطوان الحسيمة. نحن نظمنا في كما أصدرنا في البيان الجهوي مسيرة سلمية تنطلق من باب العقلة إلى الأكاديمية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة، لكن كما تنظرون بأم عيونكم أن تفاجأنا بالتطويق ديالها وعدم السماح لمسيرة سلمية تحمل في طياتها التعبير الرافض لمخطط التعاقد والهجمات الممارسة على كل الجهات في ربوع هذا الوطن. ولا يخفى عنكم أن الجهات الأخرى الأمس تعرضت لقوى قمعية نستنكرها ونندد بهذا العمل لا إنساني في حق الأساتذة الذين يعتبرون رمز للمجتمع المغربي. نحن نشكر رجال الأمن على حفاظ على سلامة المواطن، لكن هذا العمل بأن التدخل الهمجي في حق الأستاذ غير مسموح لا قانونيا ولا أخلاقيا. احنا الهم ديالنا الوحيد هو إسقاط مخطط التعاقد، هو الحفاظ على ماء الوجه ديال المدرسة العمومية والحفاظ على ما أتى بالنضالات ديال المناضلين الأحرار بأن تعطى الحق لكل تلميذ يتعلم، وفي الدستور أن الحق في ولوج الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق. حنايا محرومين، شنو هو السبب؟ شنو هي اللي خلات هذه الحكومة لا شعبية تمارس هذه الضغوطات كاملة؟ حنايا كنقولوا بأن كاين إملاءات من الصندوق الدولي، لكن هذا كيتعدى لأن كاين الرفض القاطع من عموم الشعب المغربي.